السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله حبيت ندير شوية لي سوفلي، مي اليوم لي سوفلي تاعي حبيت نديرهم بالسلق. نروحوا المقادير تاع هاد لي سوفلي. عندنا نبداو قبل بزوج كيسان تاع الحليب. الحليب يكون دافي، عندي زوج كيسان حليب دافي، عندي نص كاس تاع زيت، عندي بياض بيض صفان سحقو، من بعد عندي مغرفه قهوه تاع الملح، مغرفه ماكله تاع السكر، نص باكيت على لوفور شيميك يعني تاع الحلوه، وعندي مغرفه ماكله نتاع لا لوفور دو بيير ولا كيما يقولوا لها، ولا تاع الخبز الخميره تاع الخبز. نروحو نبداو في العجينه نتاعنا. راح انا واش راح ندير، راح ندير في لاكوف. شوفوا تقدروا ديروها في ليان، في ان بول كيما حبيتو، كيما حبيتو ديرو. انا واش كيما نقول لكم ديما شويه عيانه، دونك جو بريفير نديرها شويه دور برك، هاي فارينه ما فيها لا روح لا والو، ديجا غير بيديكم طموها شويه تنطم ما حتى مشكل. دونك نبدا هذا كاس الاول بسم الله تاع الزيت تاع الحليب، كاس الثاني تاع الحليب، نزيد هكذا نص كاس تاع الزيت، ندير مغرفه تاع سكر، مغرفه نتاع سكر، مغرفه تاع الخميره تاع الخبز. الخميره تاع لا لوفور شيميك نخليها كي ندير الفرينه، بعلاش باش ما ديرناش لي غروموس، صادير ما تبركسلناش هكذا. ونزيد ندير بياض البيض، نخلط كلش على خطر فوالا، ونخلط بسم الله هكذا. هنا كي حليت هنا ندير مغرفه، ندير نبدا كاس الاولاني تاع الفرينه هكذا، هاني ندير بسم الله هذا كاس الاول، ندير لكم هنا باش تبان لكم غير هكذا. شوفوا نخلي قبل هذا الخليط يتفاعل صادير يخمر، حطوا الجناب لي غرومو هذوك حلوهم هكذا، دوك نغطيهم بالبابي فيلم ونخليهم يخمروا لي شويه. هنا شوفوا هاي تفاعلت، شوفوا كاش ولات بيان. درك هنا نزيد نكمل، شوفوا بلا ما ديروا لا كيل لا والو، عينكم هي ميزانكم. نبداو صح الكيل تاع الماء ونتاع الحليب ونتاع الزيت نديرو قد قد، مي الفرينه واش تلمنا هذاك هو. دوك واش ندير هنا، ندير الملح هكذا، غير بيدي برك نطوم هكذا، ونزيد نكمل الفرينه. نروح بشويه لازم تكون العجينه تاعي شويه طريه، قد ما تكون العجينه طريه قد ما لي سوفلي تاعنا يجو ملاح. هنا دوك واش ندير، ندير لا لوفور تاع الحلوه، لا لوفور شيميك. هاكو تشوفو هاي مخصوصة فارينة، نزيد بشوية حتى ننطم العجينة تاعي توليلي بيان. نكملها الفارينة هكذا، راني قلتلكم الفارينة تتعجن بالخف ماشي كيما الدقيق، حتى نطمها كامل توليلي عجينة سوبل يعني تكون خفيفة شوية هكذا، نمسح دايما الجناب هكذا. شوفوا هنا الخميرة راهي طلعت كما كنتو تشوفوها فيها. هنا عندي السلق، هاد السلق فورتو من بعد درتلو شوية تاع الزبدة، درتو فوق الفرن وقطعتو قبل كي فورتو، قطعتو مليح درت شوية زبدة، درت سنينة تاع الثوم،
درت له السلق، شويه تاع الفلفل الابيض، شويه تاع الملح. من بعد ما طاب درت له الجبن الابيض، لو فروماج بلون كما راكم تشوفوا. دونك سلق، فروماج بلون، سنة تاع الثوم، شويه فلفل ابيض، وشويه تاع الملح بيان سور، وسيتو في الديتور، ديتو في الزبده. هذا هو هنايا، هي تشهيك تشوفوا فيها. دوك نقطعها طراف. هنا عندي الكوبات، شوفوا انا دوك ماذا بيا نوزنها باش يجوني الحبات كاع كيف كيف. سهل هكذا بشوية، دوك نوزنهم ونديرهم كويرات. وزنتهم درت 60 غرام، شوفوا باش ليكم الكرة شابة ديروها هكذا قبل، ومن بعد ابداو هكذا راكو تشوفوا السنهاج، شوفوا هكذا فوالا كي ندورها شوف تولي شابة. هذه هي دورهم كامل ونحطهم. انا قلت لكم درت 60 غرام لابول باش نهضر لكم برك على وحده بعد دقيقه كيما ندير لهم. اسكو لو اسمو اسكو المشوك نقدر نطيبو نشعل من الفوق ومن تحت؟ شوفوا باش نفهمكم على لوريونتال، على الكاطو، يعني الحلوه التقليديه. شوفوا الاول الحلوه التقليديه طيب في وسط الفوخ، حطوا دائما في الوسط، لا هو لتحت بزاف يتحرق لكم، لا هو الفوق بزاف يتحرق لكم، ديروه في الوسط فوالا. الى عرفتوا الفوخ تاعكم سخون بزاف شعلوا له من التحت، غير ياخذ لا شوفوا راهي غير ولاد الدجاج، يعني غير بيض و ولوز ماهوش عجين، ما تخافوش غير ياخذ شويه لا كولور نحيوها، ماشي اوبليجي تخلوه حتى يحمر ولا باسكو بالحراره يبس لكم السكر تيبس. ومقرطو اللوز ولا مخبز ولا ماشي خضر بالكو، كان الناس يخلو حلوتهم خضراء بالكو تقعد لكم فيها ريحه البيض، جامي تخلو الحلوه خضراء. مي دير هذيك لا بتيت كوش من تحت غوص شابه، ودير اون بتيت كوش من الفوق، عرفوا بلي حلوتكم تاع اللوز هاي طابت. مي كيما تاني المشوك الا كان برك الفوق تاعكم يعني موايان وتعرفوه ما يحرقش، وشالي شالو من فوق من تحت، مي جينيرالمون طيب من تحت قبل من الفوق. هذه ما كاين حتى مشكل، شانو من تحت وعندو شانو من فوق ما تخافوش كاع. ابار مي عندو لو فور فونتيلي بون فونتيلي بصح صادير ماشي غاز، لتحت والفوق الكتريك هادوك تقدروا، مي ما تقويولوش بزاف برك هادا ما كان ما تقويوش، وعسوه على بالكم سي ربي يا ربي 7 دقائق 10 دقائق ميم با يطيب لكم حلوه اللوز طيب. ابار العرايش عجين تشارك العريان تشارك مسكر تاعك عاد نو، هادوك عجين لازم تطيبو ياخد باش ما تجيكمش خضر العجينه. هذه هي، وديروا في بالكم باللي الحلوه ميم تاع اللوز الا كانت خضره وما طابتش مليح ما تضاينش وتزرق بالخف، مي كي تكون طايبه في غرضها وبيتي فو تكون خدات اون بيل كولور تشد لكم الحلوه. بعدا الا درتوها في البواطه تاع البلاستيك تشد لكم بيان. هذه هي سقساوني يعني بعثت لي في الوسمو قلت نقولها لهم ديريكت خير. وواحده قالت لي مدام ديرهم احكي لي على الكونسير تاعك، ولا غير قلت لكم كشي نهار ندير لكم فيديو سبيسيال. انا اون كونسير مسكينه ربي شافيها ويعافيها وشافي كل مريض، مي والله غير قالت لي باش تنصحيني وما نديرش فيها كرات باذن الله، ندير لهم بتيت فيديو ونهضر لكم على الكونسير. هذه هي دوكا نكملوا الخدمه تاعنا، دوك نبدا نحل لي سوفلي تاعي. هنا نبدا نحل لي سوفلي تاعي، ما ديرهمش خشن بزاف. لازم يكونوا هكذا. دونك واش ندير هنايا؟ نبدا ندير مويها برك هنا باش يشد لكم برك باش ما يتحلش.
ندير لا فارس تاع السلقه كو تشوفو موه ما بالي ندنا شويه هكذا في الوسط نحل هاد الفرماج كيما حبيتو حبيتو ديرو فرماج رابي حبيتو ديرو هدايا دوك انا نحل هدايا ونديرو هنايا ندير شويه تاع الزيت ومكحل شوفوا الزيت ومكحل قطعته وخليته في الماء شلته شحال من خطره باش ما يجيكمش ملح السوفلي تاعكم وهنا راه نقطع على زوج وندير هنا هكذا هنا نجيبها بيان ندخلها هكذا نلصقها بيان ونزيد ندير لها الفرشيطه بالفرشيطه باش ما تنحليش هادي تعرفوها على بالي تعرفوها فوالا نرفدها ونحطها في السيوه تري بيان دوكا نزيدو وحيده راني قلت لكم السلق والزيتون كاش درت لوا الزيتون شحال من خطره وسيتو قطعته وديت ورديتو شحال من خطره في الماء صفيتو عاود باش ما يطلقليش اولا الكحوليه وثانيا باش ما دور من هنا حتى نجيني لافون اللي راني حابتها ندير شويه تاع السمك في الوسط هكذا شويه تاع الزيتون وندير هذا في النص تاع راني قلت لكم الا حبيتو فرماج فرماج غابي غودا ولا شيدا ولا وهذاك لو غوير كيما حبيتو هكذا نزيد نديرها بالفرشيطه هكذا دوكا نكمل الاخرين كامل ونزيد نخليهم يخمروا شويه هنا من بعد ما حليتهم كامل راح نديرهم في صفر طالبوك هكذا فوالا ديرهم كامل ندير لكم هانتوما اللي تشوفوهم باش نوري لكم واش راح ندير ان شاء الله الجمعه الى عشنا تقدروا ديروهم الدراري يا يعني ماشي الفطور ديروهم العشاء ان شاء الله هكذا ندير لهم البيض صفر البيض وراح ندير لهم شويه تاع الجنجران من الفوق هكذا دوك نخليهم يزيدوا يخمروا شويه وندخلهم في الفرن هادو هما لي سوفلي تاعنا اللي درتهم بالسلق الجبن والزيتون شوفوا كش راهم مسخونين ما قدرتش لنا ها شوفوا كش راهم داخل هايلين وشوفوا خفيفه هايله العجينه يعني جربوها وما تخافوش كي نقول لكم بنينه بنينه تاع الصح هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم ما تنساونيش جيم ابوني جرس كيف يقولوا جرس الله ما على بالي نسيتها المهم فعلوا الجرس فوالا اني لقيتها دونك ابوني ديروا جيم فعلوا الجرس و يعني وبارطاجيوها مع احبابكم وناسكم باش لاشين تاعي ان شاء الله تزيد تافونسي شويه هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله مع اللي غنقول لكم في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.